داخل بلدة القدس القديمة وعلى مساحة 144 دنم يتربع ثاني مسجد بني في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة، المسجد الأقصى المبارك. يعود تاريخ المسجد الأقصى لأكثر من 2000 عام قبل الميلاد. تميز في العهد الأموي بتصميمه الباهي. لكن ونتيجة الهزات الأرضية المتتالية أعيد الترميم في العهد الأموي، ثم مرتين في العهد العباسي. يضم المسجد الأقصى 11 باباً وأربعة مآذن تعود لأيام العهد المملوكي، وأكثر من 200 معلم من أبرزها قبة الصخرة والتي تتوسط المسجد الأقصى، تتميز بالقبة الذهبية والزخرفات الجميلة. بالداخل تتواجد الصخرة التي عرج النبي محمد عليه السلام منها ليلة الإسراء والمعراج. الجامع القبلي يقع جنوبي الأقصى ويضم 7 أروقة مدعومة بأعمدة من الرخام. يتميز الحرم القدسي الشريف بوجود 25 بئراً للمياه العذبة و40 مصطبة للجلوس والصلاة والتعليم الديني. يعكس المسجد الأقصى تراثاً ثقافياً ودينياً غنياً، الأمر الذي جعله يقع ضمن أطماع الاحتلال. فتعرض منذ احتلال مدينة القدس عام 67 لجملة انتهاكات لم تتوقف حتى اليوم. بدأت بحرق الأقصى عام 69 على يد مستوطن أسترالي أقدم على إشعال النار في الجامع القبلي. وتواطؤ حكومة الاحتلال التي قطعت المياه عن الأقصى ومنعت المواطنين من الاقتراب من ساحات المسجد. فالتهمت النيران كامل محتويات الجامع بما في ذلك منبر الشهير المعروف بمنبر صلاح الدين. أما في العام 68 بدأت جماعات أمناء الهيكل بحفر نفق عميق وطويل أسفل الأقصى. ورغم الاستنكارات الدولية وإدانة اليونسكو للحفريات، لم تتوقف الجماعات الاستيطانية عن هذه الجريمة. ومن الحفريات إلى الاقتحامات اليومية للمستوطنين والاعتداءات المتواصلة على المصلين. حاول الاحتلال تغيير الأمر القائم بالأقصى عام 2017 بوضع البوابات الإلكترونية، فانتفضت القدس بمن فيها حتى أزيلت الأبواب. ورغم الانتهاكات والجرائم التي لا تتوقف بحق الأقصى، لم يتمكن الاحتلال حتى اليوم من طمس الهوية الحضارية الإسلامية في مدينة القدس.